باهي محمد علي، خلينا نحكي شويه على السيزون كيفاش تعديت. تقريبا اخبار السي اس اس ديما متعديه الكل بمشاكل نتاع الفلوس، خاطر مشاكل كلها مشاكل الفلوس. قدام ان شاء الله ما كنتش خالصين، استنى بريود كبيره برشا مية تو تسمى سلكت الله هيك قدام ان شاء الله. فما ثلاثه اربع خمسه، فما ثلاثه، فما موجودين ثلاثه حاصلين. اي وما عادش حكيو معاكم قبل الماتش، خاطر ديما يسمعوا ويوعدوكم وفما شيء ولا؟ والله انا قلت لك وعود وفما شيء، مي عندها تاثير. وكي تشوف فرحه العباد هذيك، ونحن حتى كي حكينا مع بعضنا نسينا موضوع الفلوس، خاطر صارت شويه مشاكل قبل الماتش النهائي على الفلوس. مي حتى كي حكينا قلنا اللي نعرفوا انا ما حبيتوش تمشيوا للماتش ما تاخذوا فلوسكم. لا راهو فانت كونترا، وذاك ميساج باش يوصل لي رانا احنا متغشين، معناها راهو نحبوا فلوسنا متغشين، اما الناس الكل باش تمشي للماتش، معناها جوست ميساج باش يوصلوا كهو، اما الناس الكل باش تمشي للماتش، خاطر نحنا ديجا كي مشينا حاطين في مخاخنا نذكروا فرحة ماتش اللي طوال، معناها شوف من صفاقس من تونس وقتها لصفاقس العباد كيفاش. الوليد قلنا معناها حكينا مع بعض الناس الكل، الوليد نخموا من بعد الحاجه الوحيده الناس الكل تخم فيها في المرواح بعد الماتش كي زفر الاربيتر شنو يا باش تروح ما تبص راسك، اصلا البلاصه هذيك عباره جبانه تولي سفيقس ما عادش تدخل لها، يا باش تروح مرفوع فوق العناق من جربه العباد تبدا مروحه معاك اللي تستنى فيه. كي تشوف العباد كيفاش تخرج راهو بالرسمي في سفيقس، راهي تفرحهم كان السي اس اس، ناس ما عندها ما تعمل، ناس خدامه، ناس تفرحهم يستنوا نهار الاحد دقيقة ودراش تفرجوا في جمعية محمد أيام في الجمعيات الكل تقريبا مشاكل نتاع فلوس تو. أنا قلت لك كريز مونديال ديجا، هو تشوف الكورونا ديجا تشوف حتى جمعيات ما عادش تشري في الجواريات، ولد كلها تتلوج على الليبر كلها على الواحد. مي فما المينيموم زادة، فما مانيير، فما واحد تعرف كيفاش تجيري، تعرف كي نتك عليك نلقاك في أبسط الحاجات، برشا حاجات ساعات الكلمة الحلوة تغلب الفلوس. شنو صار قبل تحاول تجرب؟ قبل تحاول الجربه كنا وعدونا بحاجه ما لقيناهاش، قلنا رانا ما نطلعوا ولا ما ناخذوا، فهمتني؟ صار شويه مشاكل، بدينا مرتين تمارين روتار 100 تراني، انا حاطين قلنا بالكلمه مانيش باش تراني، في الفانت كونت نعرف روحنا باش تراني، وخاطر تحب ولا تكره نهائي مش باش تربحوا كيك، راني ما ترانيتش نهار الماتش باش تهبط تجري كيك، لازمك تكون حاضر هكا جوست ميساج وصلنا لهم رانا متغشين رانا هكا رانا هكا. وعدوكم باش يجيبوا لكم فلوس وما جابوا لكمش شهريه زوز قداش؟ والله نحن كنا مطالبين بعد ماتش سيتي على اساس دو سالير، من بعد جينا خذينا والله تصدقني نسيت، خذينا شطر سالير ومن بعد كملونا شطر اخر في بيليا قبل الماتش، معناها سالير تقيدت فهمت؟ وهذا اللي صار. لي بريم دو روندمون قداش عندكم؟ عامين ما كنتش خالصين بريماتكم؟ فيش بريم دو روندمون نتاعكم؟ الموسم هذا الموسم اللي فات عامين معناها، عاش مقدمين قضيه ما عاش كل واحد كيفاش، فما اللي مقدم قضيه معناها على البريم روند، ما خاطر غزل كي تسمع مقدم قضيه هذه تحب ولا تكره حقك معناها، انت عرقت عليه مش تضمن حق. انا واحد من الناس قضيتي شنو مثلا، خاطر عامناول البريم روند تاع عامناول يجي وقت ما تشكيش فيه تمشي عليك الفلوس هذه على اي جوار، برشا جوارين في نادي الاتفاق كلها بريسك قدم القضيه هذه مي جوست على البريم روند مو هذاك، مش لا طالبين فسخ عقد لا طالبين باش تضمن حقك. اي صحيح جوست تضمن حقك، هاي كوريقه بيني وبينك وكا. البارح سمعتك في افلام ولا حتى قبيلك حكيت شكرا، تكلموا عز المستيري علاش؟ مسؤولين الاخرين شبيهم؟ قلت تكلموا عز المستيري. مش كان انا اي جوار لقاه كلموا عز المستيري، غاب رئيس النادي، غاب رئيس النادي، ونحب نشكره بالرسمي زاد. حاب نحكي شويه رجال الاعمال اللي في صفاقس اللي يد صدقني، يمكن صفاقس ما عادش توقف حتى جمعيه ما يسالش، تلفتوا لجمعيتهم شويه، تلفتوا للعباد اللي في صفاقس هذيك اللي تفرحهم صفاقس، تلفتوا ينسى الاشخاص اللي باش يعاون راهو باش يعاون جمعيته، مش باش يعاون لا منصف خميخم لا حتى بشر. اللي باش يعاون جمعيته. فاش عاونك فيها معز المستيري؟ في كل شيء، في كل شيء. انا واحد من الناس باش نحكيها لنا معز المستيري عام كامل كاري لي دار على جيبه هو على ماله هو الخاص، من ماله الخاص، من ماله الخاص، ويرحم والديه، وفي برشا حاجات استحقيته لقيته. فما مسؤولين اخرين مثلا شكري الشيخ روحه ولا ما يعاونوكمش، ما يقفوش معاكم، ما يعاش ما يحكيوش، ما على الاقل ما يطمنوكمش؟ عاود لك انا ديجا جاوبت بالنسبه لي انا، فما مسؤول في السياسي اسمه عز المستير. الاخرين لا، ما عندي حتى مسؤول انا في السياسي. فما زاد الطاعه مع اما اللي سميتوني بالنسبه لي انا مع احتراماتي ليه، انا قلت لك ما نتعاملش معاه بطبيعتي من الاصل. علاش؟ هو يعرف علاش، ما غير انا مش حكايه نتاع راديو ديجا، هو يعرف علاش وانا نعرف علاش.
به مشيت اثر شويه محمد على فلوس هذا عم لعبيه شنو تاثر على مو بالطبيعه اي يتاثر يا اخي شنو تو واحد جمعه كامله يبدا حاضر في ماتش ومن بعد صاروا راو دي سيتياسيون خايبه في سفاقس معناها فهمت ساعات يجيك الكري يقول لك اعطيني كري الدار فهمت خلي انت تخرج من الكونسنتراسيون واحد فهمت بالطبيعه باش ياثر عليك كل واحد عنده معناتها انجاجمون معناها ما نحبش نحفزك برشا انت محمد ما نعرفش فما وعود باش تتصلح شويه الوضعيه على الاقل في الايامات الجايه حتى كان فماش وعود لازم تتصلح معناها فهمت خاطر مش معناتها مش كل عام باش تلقى معناتها جروب باهي عندك هكا يصبر معاك وكل شيء فهمت جمهور السي اس اس متفاهم ما عرفش السيتياسيون ولا يلوموكم كملاعبيه ولا لا ما يهمهم والله اسمعني الحقيقه راه باش نكون صادق معاك وقف معنا راه برشا مرات الجمهور معناتها تكلم علينا هو زاد راه انا واحد من الناس راه بعثوا لي برشا مساجات يقول لي عندك حق على فلوسكم عندكم حق معناتها تقفوا في الاخر يقول لك مصلحه الجمعيه فهمت وعنده حق معناتها مصلحه هو يخزر معناتها هو ما يهموش في الاشخاص راه جمهور السي اس اس ما يهم معناتها يهموش فلان وفلتان يهمو كان معناتها تعطيني جمعيتي رابحه تاني فهمت وعنده حق معناها اما برشا مرات جاريت من بعد الماتش وقفوا معنا قالوا لنا قدرة ربي فلوسكم نجيبهمكم احنا فهمت محمد علي فهم لاعبين اختاروا التصعيد كيما على المرزوقي عم ناول كيما هاني عمامو سنه ما كملش معاكم السيزون شنو رايك في الخيارات اللي عملوهم هما زوج لاعبيه وعلاش ما مشيتوش في نفس التوجه انتوما زاد نمشيش في نفس التوجه نعاود لك حاجه هو ربي وفقهم كل واحد يعرف شو يعمل انا مانيش لابش النافق راني منافق حتى بشر وديجا المسؤولين القراب معناها اللي سميتهم ولا الجمهور اللي يعرف جويني يعرفني انا شنو راني اي قلقنيش اخر اهتماماتي باش نمشي في التوجه هذاك هو اخوي اختار التوجه هذاك ربي يوفقه ومن حقه زياده الله اعلم شنو ظروفه شنو اللي وراه انا مشيت في التوجه بديت عقد نتاعي نكمله للاخر من بعد نتفاهم وريت حتى تو انا رافع قضيه معناها يجي يقعد معايا على الطاوله انا يعطيني سوم معين ونسامح في سوم ما يقلقنيش ما عنديش مشكل معني. عرفتش صار لك حاجات مع الجمهور مثلا حاجه من عذاب قلق ولا بريسيون من الجمهور؟ الجمهور تعرف سي اس اس ديما فما بريسيون بالعكس صارت لي حاجه حلوه منكم في نادي رياض سويقتي ما ننسيهاش للموت. اللي هي؟ نهار ماتش كان راجع من بليسير وقتها نتاع ليغا مولا تيرال وقتها نذكرها بدوزيميتون عند كرون معناها شوف جمهور سي اس اس كيفاش عايت جويني بالديل. تصور الحاجة هذيك بقيت نغزر بها البارشة حاجات يمكن أنا مشيت كما جيت الحاجة هذيك خلتني مش ما نمشيش في بارشة توجهات أخرى الحاجة هذيك ما ننسيهاش معنا باهي عندي سؤال نحن نسأله لمحمد علي كيف مش لمحمد بس أنا أكثر واحد أنت في سيتياسيون خير